بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم المهندس عمرو سمير، واللي هيتكلم معاكم النهاردة في موضوع جديد من مواضيع مادة الرياضيات، هو موضوع النيوميريكال ميثودز. طيب، هنتعلم في الموضوع ده أو في فرق جزئية النيوميريكال ميثودز طرق مختلفة لحل المعادلات أيا كانت بقى. هل المعادلة دي سنجل ايكويشن روت، أو معادلة لسيستم اوف لينير ايكويشن، أو معادلة نون لينير ايكويشن. جزء كبير من الحل هيعتمد في الجزئية هنا على مهارتك في استخدام الآلة الحاسبة، ودي إن شاء الله مع بعض وبتركيز حضرتك معايا هنقدر نوصل للحل الصحيح في حل المعادلة. طيب، نبتدي مع بعض ونقول الكونتنت اللي هنتكلم فيه في جزئية النيوميريكال ميثودز. هنلاقي الجزء الأول عندنا من الكونتنت بيتكلم عن أول حاجة single equation root. تاني حاجة في جزئية النيوميريكال ميثودز system، هنتكلم عليها system of linear equations. تالت جزئية هنتكلم عليها system of non linear equations. طيب، نبتدي مع بعض كده واحدة واحدة ونعرف ايه هو السنجل ايكويشن روت واللينير ايكويشن والنون لينير ايكويشن. طيب، عشان بس المهم يكفينا كده. عشان بس افحص كده في ثلاث اجزاء عشان نعرف ان كل واحدة ايه في التاني. اول حاجة هنتكلم عليها السنجل ايكويشن روت. سنجل equation root. يعني ايه single equation root؟ دي بتبقى معادلة فيها مجهول واحد بس ايا كان تأديها قوة المعادلة. يعني مثلا معادلة y مثلا او f of x هتساوي x تكعيب مثلا في exponential cosine x مثلا plus x تربيع sin x بلس مثلا x زائد 5. هلاقي في المعادلة دي مجهول واحد بس هو x، ومطلوب اجيب قيمة x لتحقق المعادلة دي. فبالتالي المعادلة دي بسميها single root equation او single equation root. طيب، تاني جزئية اللي هي system of linear equation. system of linear equation بتبقى المعادلات فيها مثلا عايز قيم متغيرات لتحقق المعادلات دي. 3x مثلا زائد 5y زائد 2z يساوي 9. 4x مثلا زائد 6y زائد 4z اسف يساوي 10. x زائد 2y زائد z يساوي ماينس 4. عايز تعمل متغيرات لتحقق المعادلات دي بنسميها system of linear equation. تمام. تالت حاجة هنتكلم عليها system of non linear equation. ودي شكل معادلات فيها بنجيب ثاني متغيرات وتحقق المعادلات بتبقى المنظر ده. اتنين مثلا اكس واي زائد اربعة ست يساوي مثلا تسعة. مثلا لو قلنا x زائد 2y
زائد 3 زد يساوي 10، قلنا مثلا اكس زائد 4 واي زد زائد 5 زد يساوي 2. ففي أبعاد فيها المنظر ده، والمطلوب نجيب قيم المتغيرات اللي تحقق المعادلات دي. طيب هنتكلم بتفصيل أكتر بس عن جزئية جزئية، ونبدأ الأول بالسنجل ايكويشن روت. قلنا في السنجل ايكويشن روت بتبقى معادلة وفيها متغير واحد، وليكن مثلا اكس، والمطلوب اجيب قيم اكس لتحقق المعادلة دي. طيب ناخد مثال بسيط، احنا كده هنتكلم عن السنجل ايكويشن روت. ناخد مثلا معادلة f of x مثلا، نكتب بالأحمر كده f of x هتساوي x تربيع ناقص 7x زائد 12. معادلة تربيعية عادية جدا، آسف، معادلة من الدرجة التانية، x تربيع ناقص 7x زائد 12، ومطلوب أجيب قيم x تحقق المعادلة دي. ممكن نجيبها بالتحليل المباشر. طيب التحليل المباشر هو ازاي؟ معادلة من الدرجة التانية عادي جدا، طبعا هتساوي صفر، يبقى اكس اكس تربيع اكس في اكس، الإشارة هنا موجبة، يبقى الإشارتين شكل بعض حسب إشارة الحد الأوسط، يبقى هنا سالب وسالب، والاتناشر عايزين عادين يضربوا بعض يبقوا 12، مجموعهم بيساوي 7. احنا بس بنفكر بعض بإيه؟ بالتحليل. 4 في 3 هنلاقي إن سالب 4 إكس وسالب 3 إكس هي سالب، سالب 7 إكس. هنلاقي من هنا إن إكس تساوي 4 وإكس تساوي 3. طيب دي طريقة للحل. في طريقة تانية هي طريقة المميز. إيه طريقة المميز دي؟ القانون بتاع المميز، لو عندي مثلا معادلة تربيعية في الصورة اللي هي مثلا a x تربيع زائد b x زائد c يساوي صفر. طيب قانون المميز يساوي ايه؟ x يساوي سالب b موجب سالب الجذر التربيعي ل b تربيع ناقص 4ac على 2a. ده قانون المميز. لو قعدنا في المعادلة دي، قيم ال a بواحد وقيم ال b بسالب 7 وقيم ال c 12، هيطلع لنا برضه x ب4 و x بسالب 3. طيب مثلا لو كان بقى المعادلة بصورة معقدة شوية، ساعتها هنعمل ايه؟ في طرق تانية طبعا بتستخدم طريقة، ممكن نستخدم الآلة، يعني ممكن هي طريقة ودي طريقة تانية. الطريقة التالتة اللي عندنا كالكوليتر. معادلة من الدرجة التانية مود إيكويشن من 5، الدرجة التانية أنا يعني 3 هنا أو كبرى موضحة مش عارف. قيم إيه عندنا؟ قلنا بواحد، قيمة بي سالب 7، قيمة سي 12، من الإيكوال يساوي إكس واحد بأربعة وإكس اتنين بتلاتة. دي باستخدام الآلة. طب في طرق تانية ممكن نحل بيها؟ طبعا في طرق تانية. في السنجل روت ايكويشن في طريقتين ممكن نحل بيهم. ايه هما الطريقتين دول؟
التلاتين دول هما يا إما براكتنج، وهنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل، أو open method. طيب دول الطريقتين اللي ممكن نستعملهم في حل single root equation. ايه البراكتنج وايه الاوبن ميثود ده؟ طيب ناخد واحدة واحدة عشان ما نتلخبطش مع بعض. نتكلم أول حاجة عن البراكتنج ميثود. البراكتنج ميثود نحط جنب كده البراكتنج ميثود في ثلاث أنواع منها. ممكن تبقى جرافيكال أو باي سيكشن، وممكن تبقى فولس بوزيشن. طبعا التلات حاجات دول حاجة في براكتنج فقط. الأوبن هنتكلم عليه في وقت عشان بس ايه ما ندخلش نفسنا. ايه الجرافيكال ده؟ ايه الجرافيكال ده يا باشمهندس؟ الجرافيكال ده بمنتهى البساطة من اسمه بنرسم، هنرسم المعادلة ونشوف المعادلة بتقطع محور اكس فين، وتبقى دي جذور المعادلة. يعني لو عندنا مثلا مرحلة بالشكل ده، المعادلة مثلا بالمنظر ده، هتبقى جذور المعادلة هما النقطتين دول، هما اللي بيقطعوا محور اكس. ده بالنسبة للجرافيك. بالنسبة للباي سيكشن والفولس بوزيشن، هما دقيقتين شبه بعض تقريبا، وممكن نسميهم كونفرجنج لأن احنا لازم نوصل للحل، فبالتالي ممكن نقول عليهم طرق كونفرجنج. طيب ماشي، عرفنا ان الجرافيكال خلاص بنرسم المعادلة، بنرسم المعادلة بتاعتنا ونشوف كام المعادلة بتقطع المنحنى بيقطع المحور اكس في اي نقطتين بالظبط، اي نقطة بالظبط، وتبقى يبقى ده جذر المعادلة. تمام، نتكلم مثلا عن الباي سيكشن برضه ناخد فكرة عنه. باي سيكشن لو قلت مثلا لواحد حط في علامة رقم مثلا وليكن مثلا من صفر لمية مثلا، حط في علامة رقم وانا عليا ان انا اخمن الرقم ده. تمام، هبدأ اقول مثلا خدت 50، انت في علامة 50، هيقول لا اطلع شوية وانزل شوية. هقول مثلا خدت 25، يقول لي اطلع شوية وانزل شوية. هبدأ اطلع وانزل معاه لحد ما اوصل للحل. المهم ان انا هوصل للحل معاه بعد 7 مرات. طيب ولو كان مثلا من 0 لـ1000، هفضل اعمل معاه الطرق التخمينية دي وهوصل للحل معاه بعد 10 مرات. طيب عرفت ان يا باشمهندس كانت 7 مرات ولا 10 مرات ولا 12 مرة؟ بسيطة، من قانون لوج 2 للأساس n يجيب لي عدد المرات اللي هجيب بيها الحل بتاعي. نفس الكلام الفولس بوزيشن، لو هنتكلم عن الفولس بوزيشن تقريبا هي نفس الكلام على الباي سيكشن، بس فيها مجرد تحسين شوية للباي سيكشن. وبنخمن الجذر الطريقة التالتة للفولس بوزيشن من طرق البراكتنج ميثود، هي نفس الباي سيكشن بس فيها تحسين شوية للباي سيكشن، يعني الكلام مش هيختلف كتير عن الباي سيكشن. طيب نبدأ نتكلم واحدة واحدة وناخد مثال نتكلم فيه عن الجرافيكال ميثود. لو خدنا مثال مثلا وقلنا سامبل كده بسيط، مثال بيقول f of x
تساوي إكس تربيع ناقص أربعة إكس زائد آسف بإكس تربيع زائد أربعة إكس ناقص تسعة بوينت واحد ستة تسعة. وعايزين نحل المعادلة، نجيب جذور المعادلة بطريقة الجرافيكال. ويدينا الايتريشن بتاعتنا، مثلا ناخدها مثلا من سالب ستة وستة الحبل. معادلة من المنظر ده، وعايز الجرافيك مين. طيب نحل ازاي يا باشمهندس؟ بصوا يا جماعة معايا طرق الحل، هنمشي ورا واحدة واحدة بإذن الله تعالى هنوصل للحل. أول حاجة في هذا الحل نعمل إيه؟ نأتي بجذور المعادلة باستخدام الآلة. أول حاجة نعملها نحل المعادلة على الآلة ونشوف جذور المعادلة إيه. طيب تاني نقطة نعملها، أرسم الحل حسب الإيتريشن اللي مديهولي. رسم الدالة حسب القيم المعطى. تمام كده. طيب نمشي خطوة خطوة، بس ده الآلة معانا اهي، ونحل المعادلة نقول equation 3 x تربيع 4 x minus 9.169 equal زي ما شايفين كده، ده اكس واحد، اكس واحد يساوي 1.6 واكس اتنين تساوي سالب 5.612 على 6.28، وهنا كان 6.28. يفضل طبعا الارقام او اربع ارقام. المهم ده الحل للأطلع. نخليه جنب دلوقتي. تمام. طيب نعمل جدول لطيف كده، ولكن بين اكس ويشوف اكس عشان نرسم الدالة بتاعتنا. هنا اكس وهنا اف اوف اكس، ومدينا الايتريشن بتاعنا من سالب ستة سالب خمسة سالب اربعة سالب تلاتة سالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين. عملنا الجدول بتاعنا بالايتريشن اللي بيجينا من سالب ستة لتلاتة، ونعوض في المعادلة ونجيب اف اكس. طب حد هيقول لي يا باشمهندس واحنا كل مرة نعوض بخيار من خيار الايتريشن ونبدأ نعيد من الأول؟ هقول لك لأ، في طريقة عن الآلة. نكتب المعادلة الأول بتاعتنا اكس تربيع زائد أربعة اكس ماينس 9.169، ونعمل كالك أول قيمة إكس بسالب ستة تطلع معانا 2.8. طيب نعمل كالك تاني
زائد 5 تطلع معانا بسالب 4 واحد 6 9. تلك تالت تطلع معانا بسالب 9 واحد 6 9. تلك تلك سالب 3 تطلع سالب 12 واحد 6 9. نعمل تلك سالب 2 سالب 13. نعمل تلك سالب 1. طبعا يا جماعة المهارة في صيدلة الآلة الحاسبة مطلوبة جدا في النيوميريكال ميثود. طيب نعمل تلك 0 سالب 9 واحد 6 9. تلك 1 ماينس 4 واحد 6 9. نعمل تلك 2 تساوي 2 وثمانية من عشرة. تلك 3 11 وثمانية من عشرة. نبدأ نرسم المرحلة بتاعنا. طيب خلينا ناخد بالنا من حاجة بس، نشوف شكل المرحلة رايح فين عشان الرسمة بس متأفورش مننا. احنا شايفين هنا ان في المرحلة واي واصلة معانا سالب 13 وسالب 12، بالتالي يبقى تحت أعلى من فوق، يعني هتبقى القيم تحت. نبدأ نرسم المرحلة بالمنظر ده، نخلي تحت أعلى من فوق. تمام، والوزن هنا ايه؟ اسف، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6. هنا 1 2 3. طيب احنا ممكن ناخدها اثنين ماينس اثنين ماينس اربعة ماينس ستة ماينس ثمانية ماينس عشرة ماينس اتناشر ماينس تلتاشر. ماينس اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة. نبدأ نرسم الدالة بتاعتنا. سالب ستة اتنين وتمانية من عشرة، عند سالب خمسة سالب أربعة واحد من عشرة، يعني سالب أربعة، عند سالب أربعة بسالب تسعة، عند السالب 3 بسالب 12، عند السالب 2 بسالب 13. طبعا انا اسف دي 14 مش 13، احنا ماشيين بنزود 2 في كل مرة. طيب عند السالب 1 تطلع تاني للسالب 12، عند الزيرو بسالب 9، عند الواحد بسالب 4، عند الاثنين طلعت فوق، عند الاثنين تمانية من عشرة، عند التلاتة بحداشر وتمانية من عشرة. تبقى فوق مثلا كده. طيب نوصل شكل المرحلة بتاعنا ونشوف هيطلع بالمنظر ازاي. نوصل النقط اللي احنا عملناها كده. طيب نراعي الجزئين بتوعنا، عند واحد وستة من عشرة وسالب خمسة وستة من عشرة. طيب واحد وستة من عشرة نخليه على قد ما نقدر يعدي من واحد وستة من عشرة، والتقسيم الحل بتاعنا قريب من المظبوط. ونوصل للمرحلة بتاعنا
أشياء المنظر ده. هنلاقي جذور المعادلة هنا قطع المعادلة قطعة المحور إكس في نقطتين هنا وهنا، ده جذر وده جذر. طيب القيمة اللي طلعناها بالتلكويز لو انتوا فاكرين طلعناها في مسواد ده بجنب كده 1.6 وسالب 5.6. طب احنا مش هنطلع حاجة في دي، احنا على قد ما نقدر نقربها له عشان احنا مش عباقرة يعني للدرجة دي. تمام طبعا احنا عباقرة كل حاجة، بس يعني مش هنجرب الدقة اللي هي 1.622 يعني مش الدرجة دي. هنقول مثلا هنا عند 1.5 يبقى ده الجذر الأولاني اللي هو إكس واحد تساوي كده، الجذر التاني عند سالب 5.5 اللي هي إكس اتنين. يعني هنقول إن إكس واحد تساوي موجب 1.5 وإكس اتنين ساوت سالب 5.5، وتدي هي دي جذور المعادلة. طيب بنلخص السريع كده تاني، نقول في الجرافيكال ميثود معادلة بالمنظر ده عايز أجيب جذور المعادلة. قلنا خطوات بسيطة بنعملها، أول حاجة باستخدام الآلة الحاسبة نجيب جذور المعادلة باستخدام الآلة ونرسم الدالة حسب القيم المعطاة عندنا اللي هو الايتريشنز اللي عندنا. الايتريشن عندنا من سالب 6 ل 3، جبنا جذور المعادلة باستخدام الآلة طلعت اكس واحد بيساوي 1.6 واكس اتنين بسالب 5.6. نعوض في الجدول بقيمة الايتريشنز اللي معانا، جبنا اكس واف اكس بتاعتها عند كل قيمة من قيم الايتريشن، رسمنا الدالة بتاعتنا قطعت النحو اكس في نقطتين، جبنا قيم النقطتين دول ودي هي جذور الدالة. ده بالنسبة للجرافيكال ميثود. بإذن الله المحاضرة الجاية هنبدأ نتكلم عن البايسكشن والفورس بوزيشن وهندي أمثلة عليهم ونحلها مع بعض. طبعا مش هكرر تاني وعيد وأقول إن المهارة في استخدام الآلة الحاسبة عامل مهم وجزء كبير جدا عشان تعرف تحل المسألة بطريقة صحيحة. تمام أشوفكم بإذن الله على خير المرة الجاية.